السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مسكه مش بساعه تانية، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده هنعمل فيجن سريع عن المحاضره ال 14 الموتور فانكشن اوز سيربلم اند سيربردس فانكشن. المحاضره ديت هي يمكن كبيره عندكم شويه، يعني 10 صفح بس، والله هي سهله بسيطه قوي، يعني مجرد بس انك تعرف الفانكشن بتاع السيربلم وتعكس الفانكشن دي هيجي لك الليجنز. يعني احنا حتى وانا هشرحها دلوقتي هبقى قصدي ان انا يعني هجيب لكم الليجنز وهقول هنعكس كل في كل فانكشن من الوظائف بتاعه السيربلم، وهتلاقي ان الموضوع بسيط جدا، يعني افهموه بس والله، ومن غير حتى ما تحفظ العشر صفحات اللي عندك، افهموه بس كده زي ما انا هقوله وخلاص كده. وان شاء الله يعني تبقى بريجن سريعه ما تطولش عليكم. ان شاء الله نقول برضو دعاء ما قبل المذاكره: اللهم انا اسالك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكه المقربين، اللهم اجعل سندنا عامره بذكرك وقلوبنا بخشيتك واسرارنا بطاعتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل. الاوبجكتيفز اللي هنتكلم عليها: الاتوميك ديفيجن اوف سيربلم والفيسيولوجيكال ديفيجن اوف سيربلم والكونكشن اوف سيربلم والفانكشن اوف سيربلم والسيربلر ريجنز. اول حاجه الاتوميك ديفيجن اوف سيربلم، جيم بتوع الاناتومي لقوا ان في تو فيجرز موجودين في السيربلم، قسموهم لانسيرو لوب وبسيرو لوب وفلكرونزا لوب، تمام كده. طب ايه هما تو دي فيشرز بقى؟ انا عندي برايمر فيشر وعندي البوست لاترال فيشر. البرايمر فيشر بوست لاترال فيشر قسموا ايه السيربلم ليه 3 لوبس: انسيرو لوب وبوسترو لوب اند فليكرو نيزرا لوب، تمام كده. ده الاتوميك ديفيجن. طب يسكتوا بتوع الفسيولوجي؟ لا، برضه هما كمان هيقسموه ثلاث حاجات. ايه هما؟ ارك سيربلم، باليو سيربلم، اند نيو سيربلم. الارك سيربلم ده السيربلم العتيق اللي بقاله زمان جدا جدا جدا. الارك سيربلم ده متصل بيه الفستيبولار سيستم او الفستيبولار نيكلوي، عشان كده هي كونسيرند ويز باتي اكليبريم، ده يهتم بيه الباتي اكليبريم، تمام كده. طب هو موجود فين؟ موجود في نزولارو، تمام. تمام، ثاني حاجه عندك البريو سيربلم. بريو سيربلم ده متصل بالانتيرو هورن سيرفو سباينال كورد، عشان كده سميه سباينو سيربلم، سباينو سيربلم، وعشان هو متصل بالسباينال كورد دوت هيهتم بالفولنتري موفمنتس، هيهتم ببريكنج اند دامبنج فانكشن اوف ذا فولنتري موفمنتس. وعشان هو باليو سيربلم ده هيعمل ايه؟ انهبيشن اوف ماسل تون، تمام. طب هو موجود فين؟ واخد الميد لاين سيكشن. هتلاقي ان هو واخد الميد لاين سيكشن اوف ذا انتيرو لوب، معظم الانتيرو لوب اند بوستيرو لوب، تمام كده. تمام، وهنشوفه برده في الصوره الجايه. تاني حاجه عندك اللي هو النيو سيربلم. النيو سيربلم ده السيربلم اللي هو از ريسنت وان، احدث حاجه هم مكتشفينها، وهو متصل بالسيربرال كورتكس، عشان كده سميته سيربرو سيربلم، سيربرو سيربلم. وعشان هو متصل بالسيربرال كورتكس ده هيعمل بلاننج اوف ذا فولنتري موفمنت، دوت هيعمل تخطيط للفولنتري موفمنت بتاعتي وستيموليشن اوف ماسل تون، تمام. تمام، طب موجود فين؟ ده واخد اللاترال بورس، اللاترال بورس اوف انتيرو لوب اند بوستيرو لوب، واخد 90% من البوستيرو لوب، تمام كده. تمام، تعال نشوف الكلام ده برده على الصور تاني. اول حاجه قلنا عندي ارك سيربلم، باليو سيربلم، اند نيو سيربلم. اول حاجه عندك الارك سيربلم ده موجود فين؟ موجود في فليكرونيزال لوب، قلنا ان هو متصل بالبوستيرو سيستم او البوستيرو نيكلوي، عشان كده هيكونسيدرد ويز بادي الكوليبرم او البالانس، تمام. تمام، تاني حاجه عندك الباليو سيربلم. باليو سيربلم واخد الميد لاين سيكشن اوف انسيرو لوب، معظم الانسيرو لوب اند بوستيرو لوب، تمام. قلنا متصل بالانسيرو هورن سبلاسبينال كورد، عشان كده سميته سباينو سيربلم. وبالتالي هو يهتم بايه؟ يهتم بالفولنتري موفمنت، باكينج اند دامبنج فانكشن اوف ذا فولنتري موفمنت، تمام. تمام، ويعمل ايه؟ باليو انهيبيشن اوف ماسل تون. تاني حاجه عندك النيو سيربلم ده واخد اللاترال بورس اوف انسيرو لوب اند بوستيرو لوب، مثل 90% من البوستيرو لوب، تمام. تمام، متصل بيه سيربر كورتكس، عشان كده سميته سيربرو سيربلم، سيربرو سيربلم. بتاعش متصل بالسيربر كورتكس ده هيعمل ايه؟ يهتم بلاننج اوف ذا فولنتري موفمنت، تمام كده. تمام، انا قلت عندي ارك سيربلم، باريو سيربلم، اد نيو سيربلم. النيو عشان قلنا نيو بيعمل ستيميوليشن اوف ذا ماسل تون، تمام كده يا ولاد. تمام، تاني حاجه عندي برضو في قالك ان انا عندي في 3 ديب نيكلوي موجودين في السيربلم، 3 ديب نيكلوي. عندي رقم مساعد في السيربلم 3، عندي 3 ارتبك الديفيجن انتيرو لوب وبوستيرو لوب والفيزيولوجيكال لوب والفيزيولوجيكال ديفيجن، برضو هما 3 عباره عن ارك سيربلم ذا اولدست وان، اقدم حاجه هما شافوها، قلنا متصل بالفيزيبلر سيستم وخلاص، عشان كده تم بيه كونسيرباس اكليبريم، كل الكلام ده موجود في الكونوزيرال لوب. تاني حاجه عندك الباريو سيربلم ده عشان متصل بالانسيرو نسر سبينال كور، عشان كده سبينال سبينال سيربلم، وبالتالي تم بيه البريك ده من فانكشن سبينال موفمنت وباليو انهيبيشن اوف ماسل تون. والنيو سيربلم ده متصل بايه؟ ده متصل بسيربرال كورتكس، كورتكس، عشان كده سميته سيربرال سيربلم، وعشان كده يهتم بيه بلاننج اوف ذا فولنتري موفمنت اند ستيميوليشن اوف ماسل تون. مكان كل واحد بقى فيهم ايه هنقوله على الصوره، تمام. تمام، ثلاثه عندنا هم عباره عن الدنتيت والانترتيس والانتربوست والفيسيشال نيكلوي، تمام. اي عشان نثبتها بقى، اي حاجه داخله السيربلم، تمام كده، هتترمينيت في السيريز نيوكلاي دول، تمام. واي حاجه خارجه من السيربلم هتاوريجينيت، هتخرج برضو بالسيريز نيوكلاي دول، تمام كده. تمام، ادنتيت انتربوست فاستيجي، وقالك ان احنا نعتبر الفستيبولار نيوكلاي واحده من الديب سيربلار نيوكلاي دول. طب ليه؟ لان احنا سائلين الاركي سيربلم اللي موجود في فوليكولوجيرال لوب متصل بالفستيبولار نيوكلاي دي، تمام كده، عشان كده هنعتبره من سيريز نيوكلاي، تمام كده يا ولاد. تمام،
على سيريز نيكولاي دندين تربوز باستجيل، وانا اعتبر ان فيسيبر نيكولاي واحده منهم لان الارك سيربل لوب الموجود في الكنوجر لوب متصل بيها، عشان كده بيهتم بالبادي بالانس او الاكليبريم. تمام. طيب تعالوا نشوف بقى الكونكشنز اوف ذا سيربل لوب، عباره عن افرنت وافرنت. الافرنت بتاعتنا احنا قلنا هنحطها في الصوره، عندي في حاجات داخله عن طريق السبيرو سيربل بودانكل، وحاجات عن طريق انفيرو سيربل بودانكل، وحاجات عن طريق الميدا سيربل بودانكل. ايه الحاجات داخله عن السبيرو؟ الفينترال سباينو سيربلر تراكت. فينترال سباينو سيربلر تراكت عن طريق السبيرو سيربل بودانكل. تمام. طب الانفيرو سيربل بودانكل الدورز السباينو سيربلر تراكت والفستيبولو والاوليفو سيربلر تراكت. تمام كده. طيب الدورزال سباينو، دورزال سباينو سيربلر تراكت والاوليفو والفستيبولو. تمام. طب ايه عن طريق الميدا سيربلر بودانكل؟ كورتيكو بونتو سيربلر تراكت، كورتيكو بونتو سيربلر تراكت عن طريق الميدا سيربلر بودانكل. وقلنا فضل لنا ثلاثه اللي هم عباره ايه، اللي قسمناهم في تير تي اي ار. عندك التي عباره عن التكتو، تكتو سيربلر فايبر، زي بتحمل ايه الفيجوال اند اودوتوري فايبرز. تمام. والاي ديرك اكسترنال اركوت فايبرز بتاعه الجارسيل اند كوني تراكت، اللي بتحمل ايه الكونشس بيربس سنسيشن. تاني حاجه عندك الار عباره عن ريتيكولار سيربلر فايبرز اللي جايه من ايه من ريتيكولار فورميشن. تمام كده يا ولاد، دي عباره عن الافرنت بتاعتي. طيب اول حاجه من الافرنت بتوعي اللي احنا اتكلمنا عن الكورتيكو بوندو سيربلر كونكشن، كورتيكو بوندو سيربلر كونكشن او تراكت دوت اللي بتخش عن طريق سيربلر بودانك لسه قايلين. طب ايه اهميه الكورتيكو بوندو سيربلر كونكشن دي؟ هي كورتيكو بونتو يعني جايه من الكورتكس. تمام كده، هتعدي بيه البونس وتروح للسيربلم. تمام كده. طب اهميتها ايه؟ انها تنفورم ذا سيربلم او ذا انتنشن اوف ذا كورتكس، هتقول للسيربلم عن انتنشن اوف ذا كورتكس. احنا اصلا قلنا في المحاضره ان السيربلم بتاع الحركات السريعه ده عامل زي حكم المباراه، دوت بيعمل كومبارزون، بيقارن ما بين انتنشن اوف ذا كورتكس انا عايز اعمل ايه والمسل بتاعتي بتعمل ايه. تمام كده. تمام. عشان يقارن لازم يجيله معلومات من الحاجتين، اللي هو الكورتكس بتاعتي عايز اعمل ايه، ويجيله معلومات من ايديا من الكونتراكتد ماسل، هي البرفورمانس اوف ذا كونتراكتد ماسل. تمام كده. الماسل بتأدي ايه، لازم يجيله معلومات. تمام. تمام. يبقى عندي كورتيكو بوندو سيربلر كونكشن، الكورتيكو بوندو سيربلر كونكشن جاي من الكورتيكو بونتو جاي من الكورتكس، تعدي بالبونس للسيربلم. كورتيكو بوندو سيربلر كونكشنز دي هتن فورم ذا سيربلم او ذا انتنشن اوف ذا كورتكس. تمام كده. خارجه من السيربلم من انهي حته؟ اذا خارجه من السيربلر كورتكس من الموتور اند سوماتو سنسوري ايريس. تمام كده. موتور سوماتو سنسوري ايريس يخرج منهم اللي كورتيكو بونتو سيربلر كونكشن عشان انفورم ذا سيربلم او ذا انتنشن اوف ذا كورتكس. تمام يا ولاد. ثاني حاجه عندك اللي هم الدورسال اند فينترال سبينال سيربلر تراكس. الدورسال والفينترال سبينال سيربلر تراكس عشان هم يهتموا بالفلان الموفمنت بتاعتي، لازم يكونوا ذا موست رابيد كوندكتد باس واي، لازم احرك الماسل بتاعتي بسرعه، عشان كده لازم تكون سريعه. اتز موست رابيد دي اسرع حاجه، تقريبا سرعتها 120 متر بير سكند. تمام كده. طيب ايه اهميه برضه سيرفنترال سبايك سيراميك تراكس سيربلر تراكس دول؟ ديت بقى هتنفورم ذا سيربلم اباوت ذا بيرفورمانس اوف ذا كونتراكتد ماسل. تمام كده. بدي تقول للسيربلم اباوت ذا بيرفورمانس اوف ذا كونتراكتد ماسل. طب مين بالظبط اللي هيقول للسيربلم؟ الدورز ولا الفيترا؟ لا الدورزال. تمام كده. يبقى عندك الدورسال سباينو سيربلر تراكت ديت اللي هتنفورم ذا سيربلم اباوت ذا بيرفورمانس اوف ذا كونتراكتد ماسل. تمام كده. طب هتعمل ايه تاني؟ ديت هتحمل البروبيوسيفتم سنسيشنز، كاريس بروبيوسيفتم سنسيشن، مينلي الانكونشس بروبيوسيفتم سنسيشنز. تمام كده. تمام. طيب اما بالنسبه للفينترال، الفينترال سباينو سيربلر تراكت ديت هتحمل كوبي، هتبعت لي السيربلم كوبي نسخه من السيجنالز من الاشارات الى روح الانسير هورن سيلز عن طريق كورتيكو سباينال اند روبر سباينال تراكت. تمام كده. وكمان هتساعد الدورسال تراكت في ان هي تحمل شويه انكونشس بروبيوسيفتم سنسيشنز. تمام كده يا ولاد. طيب انا عندي الدورسال والفينتر عشان الصوره كامله، دورسال وفينتر سباينو سيراميك تراك سيربلر تراك دول هتعمل، دول هيعملوا ايه؟ دول هيتفيرم ذا سيربلم، هيقولوا سيربلم اباوت ذا انتنش اباوت ذا بيرفورمانس اوف ذا كونتراكتد ماسل. بقول دول انهي واحده منهم من لي الدورسال سباينو سيربلر تراكت ديت اللي هتنفورم ذا سيربلم اباوت ذا بيرفورمانس اوف ذا كونتراكتد ماسل، وكمان هتحمل انكونشس بيرسبتنس سنسيشنز. بالنسبه للفينترال ديت هتحمل للكورتكس، قصدي تحمل للسيربلم كوبي نسخه من السيجنالز الاشارات اللي وصل عن سيرهورن سيل عن طريق كورتيكو سباينال اند روبرو سباينال تراكت، وكمان هتساعد الدورسال في انها تحمل شويه انكونشس بيرسبتنس سنسيشنز. تمام كده يا ولاد. تمام. تعالى كده هنا صوره مجمع لك كل الافرنس بتاعتي. عندي الافرنس عباره عن سبعه، قلنا عندك الفينترال سباينو سيربلر تراكت، فينترال سباينو سيربلر تراكت عن طريق سيرهورن سيل بنوكل، اما الدورسال سباينو سيربلر تراكت والفيستيبولو والوليفو عن طريق انفيرور سيربلر بودانكل. بودانكل هنا ولا برضو عندك هنا دوت سيربلر سيربلر بودانكل، ودي اخر عن طريق انفيرور سيربلر بودانكل. اما بالنسبه لي الكورتكس هيك كورتيكو بونتو، كورتيكو بونتو سيربلر تراكت عن طريق الميدل سيربلر بودانكل. تمام. يفضل لك تير اللي هو تي اي ار، عندك التير اللي هو تيكتم، دي تيكتو اهو تيكتم سيربلر تراكت، وعندك الاي عباره عن اكسترنال اركوت فايبرز بتاعت الجراسيل اند كوني تراكت، والار عباره عن ايه اللي هو الريتيكرو سيربلر فايبرز اللي جايه من الريتيكرو فورميشن. تمام. دي بالنسبه لي الافرنس. اما بالنسبه لي، طب استنى هنا برضه بتكلم على باسويز بتاعت الدورسال والفينترال سباينو سيربلر تراكس لسه قايلين ان الفينترال سباينو سيربلر تراكت الفينترال بيخش عن طريق سيربلر بودانكل، اما الدورسال
سباينو سيبرال تراكت هيخش عن طريق الانفيرو سيبرال بودانكل. هو مين؟ هو الفيستيبل والاوليفو، تمام كده تمام. اما الكورتيكو بوندو سيبرال تراكت بيخش عن طريق ايه؟ الميدا سيبرال بودانكل، تمام كده. نحفظ مع بعض الدورسال سباينو سيبرال تراكت دوت خارج من دورسال كولم اوف ذا سيم سايد، من دورسال كولم اوف ذا سيم سايد من كلارك سيلز، تمام. اما بالنسبه للفينترال سباينو سيبرال تراكت ده خارج من الفينترال كولم اوف ذا سيم سايد، تمام كده، ويخش للسيربولم عن طريق سوبيرو سيبرال بودانكل، تمام كده. طيب تعالى نشوف بقى الافلنت بتاعتي. لخصناها في رافير عنده عربيه بي ام، بي ام ورافير، تمام كده. رافير عنده عربيه بي ام، عندك البي البيزال جانجليا، في افرنت، في افرنت خارج من السيربولم رايح للبيزال جانجليا، تمام كده تمام. الام الموتور كورتكس، الموتور كورتكس هيروح لايه؟ هيروح للكورتكس بتاعتي عن طريق ايه؟ احنا قلنا عشان اروح للكورتكس لازم اعدي على السكرتير بتاعي، هو عباره عن الثالاموس، فهسميه سيربيرو سيربيلو سلامو كورتيكال باسوي، تمام كده تمام. تاني حاجه عندك ار في ار ريتيكولار فورميشن، تمام كده. ودي برده كانت بعتها له، دي اصلا كان في افرنت من ريتيكولار فورميشن لو نفتكر، وفي تو نيوكلاس فيستيبولار نيوكلاس ويرد نيوكلاس، تمام كده. تاني 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 الافرنت بتاعتي عباره عن ايه؟ رافير عنده عربيه بي ام، رافير عنده عربيه بي ام، بي ام ار في ار، بي البيزال جانجليا رايح في افرنت خارجه من السيربيلم رايح لبيزر جانجلي، تمام كده. فين؟ على الكوبرس سترايت، تمام. تاني حاجه عندك الاف رايح للموتور كورتكس عن طريق السيربيلو سلام كورتيكال باسوي. تاني حاجه الار في ار ريتيكولار فورميشن في سيبرال نيكلاس اند ريد نيكلاس، تمام كده يا ولاد، دول الافرنت بتاعتي، تمام. تاني حاجه بقى نتكلم على البازل بريزنتيشن في السيربيلم. عندي بازل بريزنت ازاي في السيربيلم؟ ان ذا ان ذا انسيرو روب، في الانسيرو روب الاول بارت اوف السيرو روب البازل بريزنت ان انفيرتد مانر، هتلاقي ان هو معكوس، تمام كده. اما في البوستيرو روب لا هتلاقي البادي في اريكتد مانر، يعني ايه؟ معدول، بس بتقسم لايه؟ لتو هافس زي ما احنا شايفين اهو، متقسم لتو هافس بس ايه؟ ان اريكت مانر، تمام. اما فوق في في الانسيرو لوب اند بارت برضو الابر بارت السيرو لوب فين ايه؟ فين انفيرتد مانر، معكوس، تمام. طب تعالى نشوف بقى الفانكشن بتاعت السيربلم. على فكره نعتبر انا خلصت الفانكشن بتاعتها، هنعكس بالظبط الفانكشن هنوصل للسيبر ليجنز، تمام كده تمام. تعالى بقى نركز كده في الفانكشنز بتاعتي. انا عندي الفانكشنز احنا كنا قايلين ثلاثه فانكشن: بريكنج فانكشن، دامبنج فانكشن، بريدكتيف اند بلاننج، تايمنج فانكشن. اول حاجه قلنا الفانكشن اصلا قلنا السيربلم ده عباره عن سايلنت اريا اوف ذا براين. ليه هو سايلنت اريا؟ عشان لو جيت عملت له ستيميوليشن الكتريكال اكسايتيشن مش هيديني اي سنسيشن، مش هيديني، مش هحس باي حاجه ولا هيديني اي موفمنت، تمام كده. عشان كده سميته سايلنت اريا. هو عباره هو تحس ان هو عامل زي المنفذ اللي بينفذ الحاجات الكورتكس عايزاها، تمام كده، لان هو بياخد انفورميشن من الكورتكس، تمام كده تمام. تعال نشوف بقى الفانكشن بتاعت. عندي بريكنج فانكشن، دامبنج فانكشن، اند بريدكتيف فانكشن. هنقولهم كده سريعا. عندي البريكنج فانكشن هي ايه؟ بريكنج فانكشن هي حاجه اسمها الكبح او الفرامل، اللي هو بقى ازاي الكورتكس يا اولاد ده دي البريكنج فانكشن، هي بسميها سيرفو كومباراتور فانكشن. السيرفو كومباراتور فانكشن دي حاجه موجوده في العربيه، عشان هو اصلا بيقول لك مسافه الكبح او الفرامل هو الايه اللي بيكبح الحركه بتاعتي. ليه بقى؟ لان عندي السيربرال كورتكس، السيربرال كورتكس بتبعت ستيميوليشنز او امبلسز اكتر من اللي محتاجاها. ليه؟ لان هي فاكره ان انا عايزه احرك عايزه احرك المسلز بتاعتي بسرعه جدا، ف استجابه ليه ان انا عايزه احرك بسرعه جدا، فتبتدي ان تبعت امبلسز كتيره جدا، تمام. بس الامبلسز كتيره جدا دي تخلي المسلز بتاعتي اوفر شوت الانتندنت بوينت، يعني عندي الانتندنت بوينت عايزه احط ايدي على مناخيري، لا تاني حاطه ايدي على خدي. ليه؟ لان عندي الامبلسز اللي الكورتكس بعتها كتيره جدا، تمام كده تمام. طب مين بقى اللي ينتبه للخطا اللي حصل دوت، ان مسلز اوفر شوت؟ السيربلم. السيربلم بيكتشف الموضوع دوت، تمام. فيبعت السيربر كورتكس، لا يا سيربر كورتكس لا عدلي اللي حصل، عدلي اللي حصل، انت بعت امبلسز كتيره جدا، عدلي. طب تعدل ازاي؟ تعمل ستيميوليشن للانتاجونست مصل وانهبيشن اوف ذا اجونست مصل، تمام كده. تعمل ستيميوليشن ذا انتاجونست وانهبيشن الاجونست، ابتدي انا احط ايديا على الايه؟ على الانتندد بوينت، تمام كده يا ولاد تمام. يبقى انا عندي اللي هنقولها تاني هو سريعا، الكورتكس بتبعت امبلسز كتيره جدا اكتر من انا محتاجاها، تمام كده. طيب فبالتالي مصر اوفر شوت، مين اللي اكتشف الخطا دوت؟ السيربيلم، عن طريق ايه؟ كورتيكو بونتو سيربيلر تراكت. كورتيكو من كورتكس او كورتيكو بونتو سيربيلر تراكت، السيربيلم اكتشف الموضوع دوت، تمام كده. فهي ايه؟ فهي عايز يعدل اللي حصل، يبعت للكورتكس، لا يا كورتكس عدل اللي حصل. السيربيلم هيبعت للكورتكس عن طريق ايه؟ سيربيلو سلام وكورتيكال باسوي، عدل اللي حصل. فالكورتكس تعدي تعمل ايه؟ تعمل انهبيشن اوف ذا agonist and stimulation of the antagonist، بحيث انها في ايه؟ هقف عند stoppage of the movement، هوقف الموفمنت عند الانتندنت بوينت، تمام كده يا ولاد تمام. طب لو حصل مشكله في الموضوع دوت ايه اللي هيحصل؟ المسلز هت overshoot، انا هعدي الانتندنت بوينت، هيحصل حاجه اسمها dysmetria، وزي ما اتكلم عليها في الـ في الـ في الليجنز دلوقتي. يبقى عندي dysmetria، انا هعدي الانتندنت بوينت، تمام كده، هاوفرشوت نتيجه ان انا عندي السيربلم فقدته، فقدت السيربلم، فقدت الفرامل بتاعتي، فانا ايه؟ هاوفر شوت الانتندنت بوينت، يحصل حاجه اسمها dysmetria، تمام تمام. ثاني حاجه عندي اللي هو ايه؟ الدامبنج فانكشن. ايه هي الدامبنج فانكشن؟ قلنا لولا وجود السيربلم والكورتكس هتكتشف الخطا اللي حصل. طب الكورتكس هتكتشف ايه؟ قلنا السيربلم يكتشف قبل ان الكورتكس، بعد ان السيربلم يكتشف قبل ان احط ايدي على خدي واوفر شوت هتكتشف قبل ان،
قبل ان احط ده على خدي، في مرحله معينه من حركه الدايه تكتشف الموضوع ده، تبعت للكورتكس صلحي اللي حصل بسرعه، تقوم عامله استيميليشن انتاجنس بشنس اجنس، تبتدي انا احط ايديا من اول مره، احط ده على ايه، على انزيم بويت، احط ده على مناخيري. اما الكورتكس، لا الكورتكس بتكتشف بعد ان يعني بعد ان ايه، يعني بعد ما احط ايديا على خدي تكتشف لا 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 ده انا مش حاطه ايديا على خدي، لا ده روحي على الاوبزيت دايركشن، احط ده حاطه ايديا على خد الشمال، لا لا مش هنا احط على خد اليمين، لا مش هنا احط على خد الشمال، تاني روحه جايه روحه جايه. حاجه اسمها ايه، حاجه اسمها تريمورز، عندي حاجه اسمها كاينتيك تريمورز، يعني بدل ما عندي ايدي فيها رعشه، او عندي حاجه اسمها تسمعها كاينتيك تريمورز، بيحصل حاجه اسمها اوستيليشن، تاني روحه جايه حوالين التندن بوينت، تمام كده، او مسميها انتشن تريمورز، لان انا التريمورز دي بتزيد بتزيد حوالين التندن بوينت، تمام كده. طيب يبقى تاني احنا قلنا الدم فانكشن دي ايه، دم فانكشن لو وجود السيربلم هتبتدي انا هكون راح جاي يمين شمال حوالين التندن بوينت. ازاي؟ لو وجود السيربلم تبتدي انا الكورتكس، السيربال كورتكس تكتشف الموضوع ده، بس تكتشف ايه بعد ان، يعني مثلا انا عندي التندن بوينت عايز احط ده على مناخيري، حط ده على خدي اليمين، تكتشف السيربال كورتكس لا لا مش هنا، تروح بزدار لا ده تروح للناحيه، لا لا مش هنا تروح للناحيه، راح جاي حوالين الايه التندن بوينت. دي حاجه اسمها ايه، دي حاجه اسمها تريمورز، عندي اوستيليشن او تريمورز، عندي كاينتيك تريمورز، تاني راح جايه او اسميها اكشن تريمورز اللي بتيجي مع الحركه، او اسميها انتشن تريمورز اللي بتزيد كل ما كل ما بقرب من الايه من الانتنتد بوينت بتاعتي، تمام كده. تمام يبقى بالتالي عندي لو حصل ليجنز في السيربلم هيحصل ايه، هيحصل حاجه اسمها كاينتيك تريمورز، هفقد الدمبنج فانكشن بتاعتي زيت، ان انا مش هحط ايدي على طول الدمبنج فانكشن، انا يعني هفضل رايحه جايه، وابتدي يحصل ايه، يحصل ايه كاينتيك تريمورز، تمام كده الرعشه، تمام، او اسمها انتشن تريمورز. تمام يا ولاد. تمام اخر حاجه الوظيفه بتاعتي اللي عباره عن بريدكتيف اند بلاننج فانكشن، وزي ما احنا قلنا المره اللي فاتت البيانو بتاعتي، قلنا البيانو ان السربان بتاعي ده بيعرف الفيوتشر بوزيشن اوف ذا ليمب، عارف انا حركه صباعي هتبقى ايه، يعني انا حاطه صباعي دوت، عارف ان انا صباعي اللي جنبه دوت اللي هيتحرك على طول، ده الفيوتشر بوزيشن اوف ذا ليمب، تمام كده، وعارف التايم انا هحركه بعد قد ايه، هحركه بسرعه دلوقتي بتاعي مثلا محتاج ثانيه، ولا هحركه بعد ثانيتين مثلا، تمام كده، يبقى عارف البريدكتيف ده بيتنبا، عارف بلاننج اند تايمينج فانكشن، تمام كده، عن طريق ان هو عارف البرمور دوت، عارف الفيوتشر بوزيشن اوف ذا لامب، تمام كده، كان وانا السيربلم كان بريدكت ذا فيوتشر بوزيشن اوف ذا لامب، عارف الايدي بعد كده موجوده فين، تمام كده، اند ذا تايم نيدد باي ذا لامب تو بي ان ذا بوزيشن، وعارف كمان الوقت اللي انا هحتاجه عشان اكون في الوقت ده، تمام كده. بالتالي دوت ايه، بيبروفايد سبوس بروجريشن اوف لانتر موفمنتس، انا ببتدي بحرك ايديا واعمل كل الموفمنت بتاعتي بمنتهى السلاسه ومنتهى يعني ايه سموس بروجريشن، احرك ايديا ببساطه جدا، انا عارفه ايديا بعدها هتبقى موجوده فين، والتايم بتاعي انا محتاجاه قد ايه، تمام. يبقى عندي لو وجود السيربلم ما كنتش هعرف اعزف على البيانو، تمام. طب انا لو فقدت الوظيفه البريدكتيف اند بلاننج فانكشن دي ايه اللي هيحصل، احنا قلنا السيربلم ده بتاع الحركات السريعه، تمام كده، تبان اكتر البريدكتيف فانكشن دي لما افقدها تبان اكتر في الرابيد ريبيتيف موفمنت، الحركات السريعه بتاعتي تبان مثلا اكتر وانا ايه، وانا بكتب وانا ماشيه، حاجه اسمها باليستكس موفمنت، باليستكس موفمنت زي الحركات السريعه بتاعتي تبان فيها، ان انا لما انا افقد بريدكتيف فانكشن دي تبان الحركات السريعه بتاعتي عباره عن الرايتنج او التوكينج، تمام كده، نسيت انا فقط البريدكتيف بلاننج فانكشن دي هتزين تبان في الحركات السريعه بتاعتي، وما بقاش في سموث بروجريشن اوف ذا موفمنت بتاعتي، تمام. اوكي مثلا عشان انا عندي التايم، تبقى مثلا عارفه التايم اللي انا احرك ايديا فيه، لازم مثلا التايم بتاعي يزيد، التايم بتاعي يقل، تمام كده يا ولاد. تمام، تعمل سموث بروجريشن اوف ذا لاتيرال موفمنت. تمام، تاني حاجه عندي من مواصفاتها ايه، الوظيفتين دول مرتبطين ببعض، الكنترول اوف ماسل تون كنترول اوف ايكوليبريم. احنا نفتكر كده، نفتكر كنترول اوف ايكوليبريم، قلنا ان السيربلم منه الارك سيربلم، الارك سيربلم ده ايه، متذبذب في السيربلر سيستم او السيربلر نيكلاي، انا وانا قاعده اهوت مثلا جيت ميلت راسي، او مثلا جيت ميلت جسمي ناحيه الشمال او ناحيه اليمين، وات ايفر، تمام، يجي مين اللي بيحصل استيبليشن السيربلر سيستم او السيربلر نيكلاي، يعني مين توصل لمين، توصل للارك سيربلم، الارك سيربلم الحقني السيربلم، الحقني السيربلم، الحقني السيربلم، مين السيربلم اللي هيلحقها، هو الارك سيربلم، طب كده، طب الارك سيربلم هيحققها ازاي، هيلحقها عن طريق ان هو هيعمل استيميوليشن اوف ذا انتاجونست مسل و انهيبيشن اوف ذا اجونست مسل، تمام كده، تدينا انا ايه ارجع تاني للايكوليبريم بتاعي، وتدينا انا اوقف مستقيمه كده، اوقف في بالانس، تمام كده. يبقى عندي ان تدينا انا بعوج يحصل ستيميوليشن للسيربلر سيستم او للسيربلر نيكلاي، يعمل سيميشن حاله السيربلر، حاله السيربلر، مين اللي حققها، الارك سيربلر، الارك سيربلر، تدينا هو يحققها ويعمل ايه، يعمل بالانس ما بين الاجنوست والانتاجونست، عن طريق ان بيعمل ستيميوليشن للاجنوست اند انهيبيشن اوف ذا اجنوست، تدينا يحصل ايه الايكوليبريم بتاعي، تمام كده. هي نفس الفكره بتاعت المسل تون، هيغير المسل تون بتاعي اللي هو ايه، قلنا ان اليو سيربلم دوت اللي هو بيعمل ستيميوليشن مسل تون، والباليو سيربلم يعمل ان الباليو انهبيشن مسل تون، مثلا انا برضو لما اقف معوجه، تمام كده، او مثلا يعني مشكله في الكرب بتاعي، هيعمل ايه برضو، إيه هيتصرف ازاي، هيتصرف يعني قلنا الارك سيربلم هيتصرف، وبرضو النيو باليو هيتصرف ازاي، النيو سيربلم دوت هيعمل، هيغير النيو، هيعمل ستيميوليشن مسل تون، والباليو هيعمل انهبيشن مسل تون، بتحصل تشينج في مسل تون بتاعتي، وبتدي ان انا ايه
يعني التشنج مسل تون، يعني المسل تون هيزيد في الناحيه اللي انا ما عملتش عليها، يعني فاهمين؟ مثلا انا عملت ناحيه اليمين فالمسل تون زاد ناحيه الشمال بحيث ان انا اقف معدوله، فاهمين يا ولاد؟ بصوا يعني سيبكم كنت لو مش فاهمين يعني الموضوع ده كله، بس هتفهموا ان دلوقتي انا عايزه الكليبرا والمسل تون عشان انا عايزاكم تربطوهم ببعض بحيث ان انتم ما تحفظوش يعني كلام كتير. الكليبرا قلنا لما مثلا لما اتعوج من اللي يحصل ستيموشن للفيستيبرال نيكلاي تعمل الحقن الارقيو سيربلم، حقن الارقيو سيربلم عن طريق ازاي ان هي يعمل البالانس بين الاجنوست والانتاجنوست ستيموليشن او انتاجنوست وانهيبيشن او اجنوست مسل، تبتدي يحصل ايه؟ يحصل بالانس بتاع الكليبريم بتاعي، تمام؟ تاني حاجه كنترول في المسل تون عايز اعمل ستيميوليشن للمسل تون عن طريق النيوسيربلم، انهيبيشن للمسل تون عن طريق الباليه سيربلم، تمام كده؟ طب ازاي يحصل التغير في المسل تون دي؟ عن طريق هبعت ريتيكولار فورميشن عن طريق ريتيكولو سباينال تراكت، تمام كده؟ هبعت ريتيكولار فورميشن عن طريق ريتيكولو سباينال تراكت، ده يحصل ايه؟ تشينج في المسل تون، سواء هيحصل ستيميوليشن للمسل تون او يحصل انهيبيشن للمسل تون حسب انا عملت ستيميوليشن للنيوسيربلم ولا الباليه سيربلم، تمام كده يا ولاد؟ تمام. دي بقى حته اللي هو الفانكشن بتاعت السيربلم، ان هو ايه؟ ان السيربلم ده زود حكم مباراه، بيعمل كومباريزون ما بين تنشن اوف ذا كورتكس اند برفورمانس اوف ذا كونتراكتد ماسل. ادي السيربلم، تمام كده؟ تيجي له كورتيكو بونتو سيربلر تراكت، اهو كورتيكو بونتو سيربلر تراكت ينفورم ذا سيربلم اباوت ذا تنشن اوف ذا كورتكس، تمام كده؟ تمام. يبقى السيربلم وبرده ثواني ويجيله من الدورزل، مش احنا سائلين دورزل الدورزل سباينو سيربرال تراكت تبعت له امبلسز تقول له اباوت ذا بيرفورمانس اوف ذا كونتراكت المسل، اهو ادي السباينو سيربرال تراكت. بس شايفين لما اطرح اقول سباينو سيربرال تراكت انفورم اباوت ذا بيرفورمانس اوف ذا مسل، تمام كده؟ يبتدي ايه ساعتها بقى؟ خلاص انا قلت له اباوت ذا بيرفورمانس اوف ذا كونتراكت المسل وايه اباوت ان شمس كورتكس، ان هو ايه؟ ان هو يكمبير، تمام كده؟ هيقارن، هيبتدي ان هو يلاحظ لا ده المسل اوفر شوت، يعمل ايه؟ يبعت للكورتكس عن طريق سيربيلو سلامه كورتيكال باس واي، تعمل ايه بقى الكورتكس؟ تعدل اللي حصل عن طريق انها تعمل انهيبيشن اوف ذا اجنوست مسل اند ستيميوليشن اوف ذا انتاجنوست مسل، تمام كده؟ طيب دي حاجه اسميها البريكنج فانكشن، وظيفه الكبح عن طريق ان انا اقف عند التند بوينت على طول. قلنا دي وظيفه الكبح البريكنج فانكشن، وعندك الدامينج فانكشن ما يبقاش عندي فيه اوسيليشنز ولا تريمرز، انا ابتدي اروح واجي حوالين التند بوينت بتاعتي. وقلنا عندي ايه؟ بروتكتيف اند دامينج فانكشن، حاجه وظيفه ان انا اعزف على البيانو، عارف الفيوتشر السيربلم بتاعي، عارف الفيوتشر بوزيشن اوف ذا ليمب، عارف ان المفروض ايديا بعد كده تبقى موجوده فين، والتايم اللي انا محتاجاه عشان احط ايديا في الموضوع دوت، بالتالي بيبقى اسمه بروجريشن اوف موفمنت، تمام؟ تمام. تاني حاجه بقى سيربريشنز، تعالى هنعدي بس هنقول بس الحته دي. السيربريشنز اول حاجه عندك ايه؟ اللي هو اتاكسيا، اتاكسيا حصل مشكله في النيوسيربلم، تمام كده؟ تمام. طيب اصلا كل الليشنز بتاعتي نزيد حصل مشكله في النيوسيربلم، عندي كل الليشنز بتاعتي حصل مشكله في النيوسيربلم، تمام كده؟ تمام. اتاكسيا يعني ايه؟ الاتاكسيا ان كوردينيشن اوف فولنتري موفمنت، اتاكسيا ان كوردينيشن اوف فولنتري موفمنت ان ابسنس اوف باراليسيس، تمام كده؟ مثلا بقول لك انا عندي مشكله في الفولنتري موفمنت، تقولي اه ده عندك مشكله في الابر واللور موتور نيرون، لا ده ان ابسنس اوف باراليسيس، ما عنديش مشكله في الابر واللور موتور نيرون، تمام كده؟ عندي مشكله فين؟ عندي مشكله في النيو سيربلم، تمام كده يا ولاد؟ يبقى عندي الاتاكسي بسرعه كده، بسرعه الاتاكسي، اتاكسي اتاكسي ايه؟ ان كوردينيشن اوف فولنتري موفمنتس ان ابسنس اوف باراليسيس، عندي تو تايبس من الاتاكسي، يا اما سنسوري اتاكسي يا اما تبقى ايه؟ موتور اتاكسي. الموتور اتاكسيا هي المشكله في النيو سيربلم، اما سنسوري السنسوري تبقى مشكله اما ديجنريشن اوف دورزال روت او ديجنريشن اوف دورزال كولا. دورزال روت قلنا الروت كمثال ليها تيبس دورزاليس، اما دورزال كولا هنحفظ اسم الكبيره دوت اللي سبق كده كومباين ديجنريشن اوف ذا كورد امبريونيشس انيميا، تمام كده يا ولاد؟ تمام. تاني حاجه عندك الموتور اتاكسيا، الموتور اتاكسيا دي حصل مشكله فين بقى؟ الموتور اتاكسيا حصل مشكله في النيو سيربلم، تمام كده؟ نيو سيربلم ريجنز. تمام. المانيفيستيشنز دي تظهر امتى؟ لما يحصل مشكله في النيو سيربلم. طب النيو سيربلم اصلا يحصل ريجنز ازاي؟ عن طريق المشكله حصل في الديب سيربلر نيكلوي، تمام كده؟ يبقى ده يحصل لما يكون حصل ريجنز في الديب سيربلر نيكلوي مش في الكورتكس، تمام كده؟ مش في الكورتكس. يبقى ريجنز تحصل امتى؟ يحصل لما يحصل مشكله في الديب سيربلر نيكلوي مش في الكورتكس، نحفظها عشان دي مهمه جدا. مش في الكورتكس يا اولاد، الليجنز انا هتكلم عليها دلوقتي دهيت ما تحصلش لو حصلت في الكورتكس، لا تحصل امتى؟ تحصل لما يبقى في الديب سيربلر نيكلوي. كل الليجنز هنتكلم عليها دلوقتي، الموتور عندك الموتور اتاكسيا دي تحصل امتى؟ لما يحصل مشكله في الديب سيربلر نيكلاي مش في الكورتكس، تمام؟ طب بتبان فين؟ في السيم سايد، دي مهمه جدا. في السيم سايد ليه؟ لان عندي السيربلم بيبعت للكورتكس اليمين، والكورتكس اليمين بتبعت للمسلز الشمال، بالتالي حصل كروس، بالتالي حصل مشكله في السيربلم اليمين يحصل مشكله في الايه؟ في المسلز اليمين، تمام كده؟ يبقى عندي ايه؟ في السيم سايد. مهمه جدا الحته في الحته دي، الموتور اتاكسيا تحصل مشكله في الديب سيربلر نيكلاي وتظهر في السيم سايد، تمام كده؟ طب عندك ايه بقى الشكل بتاع الاتاكسيا؟ تعالى نشوفه بقى، نقولهم سريعه كده هناك، ماشي؟ انا مجمعهم هنا هم، تمام؟ هنقولهم هنا سريعا. عندي ثلاثة ديس، ديسميتريا، ديس اورثيا، ديس كاداكوينيزيا، ديسميتريا، ديس اورثيا، ديس دايدوكوينيزيا. تين دي كومبوزيشن اوف كومبلكس موفمنت،
درانكن جيت، اتنين تريمورز، تريمورز في ايديا وتريمورز في عينيا، كاينتيك تريمورز في ايديا ونستجمس في عينيا، ماشي كده؟ وعندك الهايبوتونيا وريباوند او ريباوند فينومينا، تمام كده؟ اول حاجه عندك ديسميتري، ديسميتري ان انا هاوفر شوت، المصري بتاعتي هتوفر شوت الانتندنت بوينت، هعدي الانتندنت بوينت، ده يبدا يحصل لما افقد البراكنج فانكشن، الكبح بتاعتي او الفرامل بتاعتي، ابتدي انا ايه هاوفر شوت، تمام كده؟ تمام. تاني حاجه عندك ايه الديس اورثريا، ابتدي انا ايه الكلام بتاعي مش هيبقى هيبقى كويس، تمام؟ هبتدي انا كده عماله زي ايه بقطع في السبيتش اللي سماها ايه، سميناها استكاتو سبيتش او سلورد سبيتش، استكاتو سبيتش او سلورد سبيتش، ابتدي انا بقطع الكلام، هقطع الجمله السيلابولز المقاطع، زي ما احنا قلنا انا عندي اسكندريه هقول اسكندريه، ابتدي انا بقطع الكلام ليه؟ لان فقدت السموث بروجريشن، السموث بروجريشن اوف موفمنت بتاعتي، السموث مش انا بتكلم كده بطلاقه وبوسط الطرقه وكل الكلام ده، لا تمام كده؟ يبقى عندي ديسميتري اللي حصل مشكله في الايه؟ باوفر شوت في البريكنج فانكشن، ذس ارثر مش بتكلم كويس، عندي استكاتو سبيش او سلورد سبيش، انت فقدت السموث بروجريشن بتاعتي، تمام كده؟ تاني حاجه عندك الديس داتا كوينيز، يعني ايه؟ الديس داتا كوينيز لو جيت قلت له مثلا اعمل رابل برونيشن ورابل سوينيشن ورا بعض ما يعرفش، ليه؟ لان برده فقد السموث بروجريشن، تمام كده؟ دي الحركات السريعه بتاعتي، مش السموث بروجريشن، دي الحركات السريعه، مش الديس ارثر انا بتكلم بسرعه كده نتيجه ده على السيربرام كويس، تمام كده؟ في ديس ارثر دي كلامي ده حركه سريعه، ديس داتا كوينيز اقول لك حركه بريك سوبينيشن برونيشن بسرعه، دي حركه سريعه، تمام كده؟ يبقى ده يظهروا نتيجه انا فقدت السموث بروجريشن اوف ذا سيربرام، تمام كده؟ تاني حاجه عندك دي كومبوزيشن اوف كومبلكس موفمنت، يعني ايه؟ يبتدي يعني تحس ان هو شخص ده عامل زي الروبوت، يبتدي ان هو يقسم الحركات، يعني مثلا قلت له هات هات القلم مثلا على الترابيزه، يبتدي ان هو ايه المفروض هات القلم على الترابيزه، انا احرك ايه؟ احرك الشولدر بتاعي، هفرد دراعي وحرك القلبه برضه اعمل اكستنشن وحرك الريست عشان امسك ايه عشان امسك القلم، لا لان ده الشخص ده بيقسم الحركه بتاعت دي كومبوزيشن اوف كومبلكس موفمنت، ده ان هو يحرك الشولدر بقى كده يحرك القلبه بقى كده يحرك الريست، قسم الحركات بتاعته، تمام كده؟ تمام. نتيجه برضو ايه نتيجه انا فقدت السموث بروجريشن اوف موفمنت بتاعتي، تمام. طيب تاني حاجه عندك درانكن جيت، الشخص ده عمال ايه يتارجح، حس انه عمال يتطوح يمين شمال يمين شمال يمين شمال، عنده مشكله فقدت ايه حتى المشكله في المسل تون، تمام كده؟ التون بتاعي يبقاش مظبوط، تمام. تاني حاجه عندك كاينتيك تريمورز ونستجمس، تريمورز في ايديا وتريمورز في عينيا، تريمورز في ايديا كاينتيك تريمورز يعني ايه تبدا روحها جاي يمين شمال يمين شمال حوالين الانتند بوينت، نتيجه فقدت ايه فقدت الدامبنج فانكشن، تمام كده؟ حصل ايه حصل اوستيليشن او حصل تريمورز كاينتيك تريمورز او اكشن تريمورز او انتنشن تريمورز، تمام كده؟ بالتالي ايه حصل اذا انا ابتدينا ايه راح جاي راح جاي من شمال حوالين التند بوينت فقط الدامج فانكشن. تاني حاجه عندك النستجمس، ايه النستجمس؟ النستجمس انا عندي ايه تريمورز في عينيا، نتيجه انا مثلا انا حد بينزل عليا المفروض ان انا ابص له اوقف عينيا عليه على طول، لا نتيجه فقدت الفرامل فقدت الدامج فانكشن بتاعت عينيا، انا ايه راح جاي من شمال راح جاي من شمال مش عارفه اوقف عينيا على على الشخص انا ببص عليه، حاجه اسمها ايه نستجمس، تمام. تاني حاجه عندك الهايبوتونيا، لسه قايلين ان اليسر باللم بتاعي بيعمل ايه بيعمل ستيميوليشن مسل تون، لو حصل احنا مثلا كلنا قلنا كل الحاجات دي كلها نتيجه حصل مشكله في ايه في اليسر باللم، تمام، نتيجه حصل مشكله في الديب سيربرال نيكلوي تظهر في السيم سايت، تمام. طب الهايبوتونيا عندي مشكله في اليسر باللم فبيعمل ستيميوليشن تدي عند سيم مسل تون تبتدي يحصل ايه هايبوتونيا، تمام كده؟ تمام. تاني حاجه عندك ريباوند فينومينا، ايه ريباوند فينومينا؟ بتدي الشخص خلينا نوريكم صورتها، ادي ريباوند فينومينا اهي برضه نفس الوظيفه، انا جيت فقدت الكبح الايه الريباوند فينومينا فقدت الكبح بتاعي، انا ابتدي ما اعرفش اوقف ايديا، يعني ايه هقول للشخص دوت اهو بصوا نقرا في نسبور ان ابيليتي تو ادجست تشينجز اوف ذا مسل تنشن بروبرلي، استني او تست باي اسكينج، ازاي هعمله اسكينج سبيشن تو فليكس تو فيكس تو فليكس هيز فور ارم از البو اجنبس ريزيستنس، بصوا يعني هقول ايه اعمل ايدك كده، شوف الراجل عامل ايده ازاي، عامل ايده كده ماشي، وانا هشد ايدك كده تمام، ثبت ايدك بحيث انها ما تشدش معايا، تمام تمام، فضل مثبت ايده عادي، اول ما الدكتور يجي يسيب ايده هتلاقي ان الشخص دوت ايده اتخبطت في وشه، ليه؟ لان هو فقد الدم فانكشن، الكبح بتاعه فقده، هيبتدي ان هو ايه مش عارف يوقف ايده، هيبتدي ان هو ايده خبطه في وشه على طول، تمام كده يا ولاد؟ دي حاجه اسمها ايه ريباوند فينومينا، تمام تمام. دي كده كل الفانكشن، بصوا اهو كل الحاجات احنا قايلين عليها، بس قلنا دي كومبوزيشن ورست ان درانكن جيت ونستجمس والهايبوتونيا كل الكلام ده، وفي الريسبونس بروجريشن احنا قايلين في الريسبونس بروجريشن عباره عن ايه؟ انه عباره عن ديستا كوينيزا مش عارف اعمل رب بروشن سوبينيشن ديس ارت مش عارف اتكلم بسهوله، عندي تكت سبيتش او سلورد سبيتش، وعندك ايه دي كومبوزيشن ان هو بيقسم الحركه، احنا لسه قايلين الشخص ده بيقسم الحركه عامل زي ايه؟ عامل بالظبط زي السبيد اوت الروبوت، تمام كده؟ ان هو يقسم الحركه بتاعتي، يعني ان هو ايه فيرست موف ذا شولدر يحرك ايه الشولدر بتاعه الاول، بعد كده يحرك القلب، وبعد كده ان هو يحرك الريست والفينجر زي الايه زي الروبوت بالظبط، تمام كده؟ تمام. وشخص عن قلنا درانكن جيت نتيجة ان هو فقط المسل تون او فقط المسل تون فقط المسل تون او البالانس بتاعي، تمام؟ ان شخص ايه درانكن جيت انستيزي مطوح من شمال، تاني حاجة عندي المستجمس نتيجة فقط الكبح بتاعي، ان شخص عمال ايه عنده عمال عينه رايحة جاي من شمال مش عارف يوقف على حاجة معينة، الهايبوتونيا نتيجة ان لوسي بلم كان بيعمل ستيبوشن زي مسل تون، شخص عنده ايه الهايبوتونيا كده يعني يحس ان هو ايه عامل زي فلوبي كده، يحس ان هو مرخرخ من نفسه، عارفين كده الموضوع دوت، تمام؟ تاني حاجة عندك ايه شخص عنده بيندلر تندون جيركت، ما هو تاخدها في العامل اللي بيندلر تندون جيركت دي، تمام تمام.
احنا عندنا كومبوزيشن وفي ريفرنس مولتيبليكيشن قلنا كاينتيك تريفرز تمام. قلنا سائلين كاينتيك تريفرز دي ليه ايه اللي هو نتيجه لو فقدت الدامبنج فانكشن. الدامبنج فانكشن كنت لو واقف على طول عند الاندنج بوينت تمام كده. لا لو فقدتها تقدر السيربرال كورتكس تتصرف تحط ايديها على خد اليمين لا ده مش هنا خد الشمال لا مش هنا لا مش هنا لا مش هنا لا مش هنا تمام كده. تبدا ايه راح جاي من الشمال يحصل حاجه اسمها كاينتيك تريفرز او تنشن تريفرز تمام كده نتيجه فقدت ايه الدامبنج فانكشن تمام كده يا ولاد. تمام قلنا برده عندك الديسميتر اللي انا باوفر شوت اوفر شوت نتيجه فقدت البريكنج فانكشن. الكبح بتاعي بيبان امتى لما انا بقول بقى حاجه اسمها فيكر نوستس حط ايدك على مناخيرك او حاجه ما هات رجل هات الهيل هات كعب رجلك ومرنه على حطه على النيه بتاعتك وبعد كده ايه انزل على الشينو زاتيبيا وانزل وبعد كده روح تاني وانزل 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 مش هيعرف يعمل الموضوع ده تمام كده. يبقى عندك الديسميتريا الشخص هي ايه هي اوفر شوت تمام كده. تمام دي كده يا اولاد الايه دي كلها الفانكشنز بتاعتي. احنا قلنا الفانكشنز بسرعه كده الفانكشنز بتاعتي عندنا بريكنج فانكشن دامج فانكشن بريدكتيف فانكشن. قلنا عندك المشاكل نندس ديسميتر ار سايد زياده كوينيزيا ديسميتر اوفر شوت نتيجه فقدت البريكنج فانكشن ديس ار سايد زياده زياده كوينيزيا مش عارفه اتكلم كويس تكاد سبيتش اسلر سبيتش بيقسم الكلمه انتو سيلابلز المقاطع وديسيتا كوينيزيا مش عارف يعمل راب بروجريشن راب سبينيشن نتيجه فقدت السموس بروجريشن اوف موفمنت بتاعتي. راح عندك دي 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 كومبوزيشن ودركنج جيت دي كومبوزيشن بيقسم الحركه زي الروبوت بالظبط. دروكنج جيت لا مش واقف انا ستيدي كده بدون هو بيتارجح يمين شمال اثنين تريمورز واحده في ايديه واحده في عينيه كاينتيك تريمورز اللي في ايديه نتيجه فقدنا الدامبنج فانكشن ونستجمس في عينيه. اما الهايبوتونيا نتيجه النيو سيرب اللي بيعمل ستيميوليشن لمسل تون فقدتها خلاص خلاص يبقى عنده هايبوتونيا حس في لابي كده منخرق من نفسه ما فيش تون كده في المسلز بتاعته. تاني حاجه عندك الريباوند فينومينا لو جيت قلت سبت ايده تلاقي ايده خبطت في وشه نتيجه برده فقدت الدامبنج فانكشن او الفرامل بتاعتي تمام. تاني حاجه عندك الليجنز هنا بيقول لك عندي الليجنز بتاعت الاركسيبلم لو حصل ليجن الاركسيبلم لسه قايلين الاركسيبلم متصل بايه متصل بيه فيستيبولار سيستم او فيستيبولار نيكراي حصل مشكله في البالانس لوس في اكوليبريم تمام كده يا ولاد. وبرده يحصل ايه شخص ده ايه برده واقف عند ايه انستيزي كده يحس ان هو مش واقف متزن فقد البالانس بتاعه الاكوليبريم بتاعه لانه برده بيتطوح يمين شمال تمام. زي المحاضره بتاعتنا يا شباب وان شاء الله يعني ربنا يوفقكم يا رب بكره ويوفقنا احنا كمان معاكم وما تقلقوش والله يعني بس احفظوا الفانكشنز والليجنز هتوقع في الاخر خالص اللي هو 2 ديس و2 دي والتيرمز في ايديا وفي عينيا وهايبوتونيا والراوند فينومينا احفظوهم زي ما احنا قايلين كده وانت تفهموا اصلا هي مشكله حصلت في ايه. انت احفظوا بس الثلاث مشاكل وعارفوا كل مشكله بتاعت ايه. البريكنج فانكشن انا مش عارفه اعمل فرامل ما اعرفش اوقف ايديا على طول انتند بوينت فبتدي انا ايه باوفر شوت تمام. حاجه اسمها الديسميتريا تمام. اما بالنسبه للدامبنج فانكشن هتبدا نروح ايه الدامبنج فانكشن عندي في اوسيليشنز او تريمورز تدي بيحصل ايه حاجه اسمها كاينتيك تريمورز. اما بريدكت فانكشن التنبؤ بتاعي هفقد السموث بروجريشن هيحصل حاجه اسمها الليس اورسا والديس ايدو كوينيزيا تمام. بكل حاجه تشوف الليجنز بتاعتها من الليجنز كانت موجوده في الاخر. والتوفيق يا اولاد ورب ان شاء الله تخرجوا بكره كلكم مبسوطين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.